فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إن في بلاده أكثر الأئمة أئمة المساجد يرسلون أيديهم في الصلاة، وإذا نصحناهم قالوا وإذا نصحناهم فقلنا إن السنة هي القبض لا يستجيبون لنا، فهل في الصلاة خلفهم شيء؟ لا، الصلاة خلفهم صحيحة إذا لم يكن عندهم بدع ولا شركيات، وإنما تركوا سنة من السنن، الصلاة خلفهم صحيحة، وأنت أديت الواجب وبلغتهم الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.